احنا هنا نجي نسأل القرآن نقول له أهم شيء بهاي الحياة، أهم شيء سأل جواب القرآن ناخذ الجواب لو ما ناخذ أخوان. أكو أحسن من القرآن يجاوبنا؟ ما نقدر نجيب أفضل من القرآن، مو صحيح؟ نجي نسأل القرآن نقول له شنو الأشياء المهمة اللي احنا لازم نتمسك بيها ونشتغل إلها وننطي وقتنا إلها. أكو آية تقولكم حافظي، بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون إخواني، تعرفون يعني شنو إلا ليعبدون؟ يعني من معانيها أنت بصر ويا الله، أنا خلقتك لمن؟ خلقتك للعبادة، خلقتك للعبادة. والعبادة بالمناسبة ترى العبادة طيبة، عبادة الله، عبادة الله حلوة إخواني، عبادة الله بها لذة، بها لذة عبادة الله. يعني شبه أكو أشياء إحنا نصورها أشياء طيبة وحلوة، ماكو أحلى من عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني الآية إيش تريد تقول؟ أنت تعبدني وصير وياي، ها؟ والدنيا كلها أخليها إلك، الدنيا كلها أخليها إلك. كل ما تقترب مني أنا أجر لك الدنيا رغما عن كل واحد، أجر لك الدنيا وأجيبها كلها جواك. إذا ابتعدت عني أتعبك حقيقة، الدنيا تصير ضدك. فاليوم من الأيام جاء واحد الإمام الصادق عليه السلام قال له شو بدك حلم؟ شو بدك منام؟ قال له شنو حلمك؟ قال له مجموعة ناس، مجموعة من الأشخاص وأكو ثور، ثور مجموعة أشخاص يركضون قدامه هو يركض وراهم، ومجموعة أخرى من الأشخاص يركضون ورا الثور، فالثور بالنص وياي. أريد أبناء الزمان يتبون عليه رجاءً، لأن هم هنا بهذا المجلس مال الإمام الحسين لا يأسسون المستقبل، حتى يعرفون الدرب اللي لازم يجربون بيه وما يهدون، واضح؟ فقال له هالشكل هذا واحد من أصحاب الإمام، يقول له هذا الثور يركض وأكو ناس يركضون قدامه وناس يركضون وراه، فهو صاير بالنص. الإمام هو وش قال له؟ إيش فسر الحلم هذا؟ شلون فسره؟ قال له هاي الدنيا، هذول اللي عارفيها اللي قدامها يركضون عنها ما يركضوها، هي تركض وراها تريد تلحقهم، وهذول اللي يركضون وراها يركضون وراها هي النازمة عنها تشرد عنهم وهم متشربين فيها، وهي الدنيا سبحان الله تهدها وتعامل وياها ببساطة، هي تجي غصبا عن كل واحد. لاحظت شلون؟ من نجي لعلمائنا كذلك، علمائنا من علماء المراجع كذا عرفوا حقيقة الدنيا. عندنا علامة المجلس صاحب البحار، بحار الأنوار، صدق بحار 110 مجلد، كتاب من الصفا يوصل لنا هناك. هذا شلون اشتغل؟ شلون هدفه؟ بس احنا واحدنا يكفي له صفحه يتعب حقيقه، وبهذا الزمان وكل شيء متوفر. بس انت بس قول الاوراق منين جاب من ذاك الزمان؟ القراطيس، الورق الابيض منين جاب؟ العلامه المجلسي. الحبر شلون موفره حقيقه؟ يعني في هاي المشكله قبل الورقه ماكو، حتى بزمن عباس القمي راح يطلع على روح الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، الشباب كلهم يعرفوه. تدري شلون كانت المفاتيح عند بعض الصفحات؟ الطبعه الاصليه للمفاتيح، الطبعه الاصليه مالته خطيه عند ابو الناس يدزون دعوه مثلا عزيمه او دعوه مثلا مجلس قرايه وكذا، يكتبون على صفحه والصفحه الثانيه شنو؟ تبقى فارغه. فهو يجي هذا طبعا اصلي مع المفاتيح هاي كلها رسائل، شخبط عليه هيك مالت الدعوه مثلا، والصفحه الثانيه صفحه من مفاتيح الجنان هيك، يعني خط يشوفه بالشارع مثلا طاير ويشيله ويكتبه. هي كانت صعوبه، سوين طباعه وكذا وضغطت اصبع تكتب كل شيء تكتب. فاليوم من الايام علامه المجلس راح يطلع على روحه، كان عنده تلميذ اسمه سيد الجزائري، فهو وتلميذه اختلفوا على في القضيه. شنو القضيه؟ قال له العلامه
المجلس يعني على قضية على أبو قبر أنه تفاصيل وكذا اختلفوا بها بعض التفاصيل ما اتفقوا. فالعلامة المجلسي اقترح على تلميذه العلامة المجلسي محمد باقر المجلسي صاحب البحار اقترح على تلميذه قال يا أبي المتأول يجيب صاحبه بالمنام يبلغ بأنه هو حق له اللي مات يعني هو المجلس يقول للتلميذ يقول له إذا متت أنا قبلك وأشوف هناك الحقائق بعد تنعرف الأمور هناك فكشفنا عنك الضائق فبصرك اليوم حديث الآن هناك كل شيء يصير واضح. فقال له المجلس قال له إذا أنا متت قبلك أجيك أقول لك أنت على حق لو أنا على حق وإذا أنت متت قبلي هم تجيني يقول لي أنت على حق لو أنا على حق. يقول راحت الأيام مات العلامة المجلسي ما قبل تلميذ علامة المجلس. فسيد الجزائري تلميذه ذكر السالفة اللي بينه وبين المجلس بين أستاذه فراح له وين راح له للقبر يقولون دق القبر ما انتهى الشكل قال له شيخي وأستاذي يلا تجيني وتقول لي يا أول حق أنت لو عاني يقولون بهل أثناء نام سيد الجزائري بهل أثناء شنو نام من نام جاء علامة المجلسي قال له ها قال له متت أنا متت قال له إيه متت شلون متت قال له قاعد بالبيت أنا قاعد بالغرفة وحدي الباب مسدود وعبارتنا مقفولة عليه قال له صار وجع بجسمي جسمي كله يوجعني متأذي عبارتنا تألمت القوة قال لو أنا قاعد بالبيت وإذا بهذا شخص يمي شخص جميل لابس ملابس بيضاء وجهه منور يقول قال لي شبيك جناب العلامة المجلسي يقول قلت له بس كله وجهه وأنا يتمدد هذا الحشي يقول إيش قاعد على رجلي قاعد على رجلي يقول قال لي طاب رجلي قلت له إيه يقول شوي شوي قاعد نصعد فيه فوق على رجلي إنه على ركبي إنه وصل الخصر البطن كذا على صدري يقول كيف ما يقص مكان يقول لي طاب أقول له إيه طاب فصعد هنا يقول وصل لنا ناس على وجه هالشكل يقول فجأة وإذا بينا إحنا اثنين علامة مجلس نايم وعلامة مجلس واقف شو السالفة يا مان يقول إحنا اثنين ليش يجي صرت اثنين ذاك يمشي يتحرك وهذا اللي هنا لا يمشي ولا يتحرك فيقول بعدين أنا ما فهم السالفة يقول شوي قام يدقون بالباب أهلنا أهل قام يدقون بالباب أريد أبو مفتاح الأمور ما أقدر يقول بعدين افتهمت بأنه أنا ميت بداية الإنسان ما يقول السالفة شنو افتهمت بأنه شنو أنا ميت يقول على كل الأهل دفعوا الباب كسروه كسروا الباب ضربوه وصار البيش جهزوني مو افتهمت السالفة بأنه أنا ميت بس شو شو الموت يعني يقول له طابو جاي قال لي طابو جاي قال لي إن شاء الله موتتنا إحنا هم هيك أنا وياك وأنا فيقول شالوني وين دفنوني بعد التكفين والترسيب والكذا يقول دفنوني طبيت القبر مو طبيت القبر عندنا احنا بالروايات بالقبر نتحاسب على اصول الدين شوف هاي بالروايات والفروع فروع الدين نتحاسب عليهم بالقيام بالاخره فبالقبر اول ما يسالونه منو ربك منو نبيك منو امامك هاي اصول الدين فلازم تجاوب يقول اجوني الملائكة سألوني منكر ونكير طبعا اذا يجون للمؤمن هم نفسهم اسمهم مبشر وبشير فيقول اجوني سألوني منو ربك قلت الله جل جلاله جيد جاءت بالاختبار نبيك منو يقول قلت محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد قلت محمد ربي صلى الله عليه وسلم امامك منو إمامي علي عليه السلام يقول قلت علي بن أبي طالب ثم سألوني عن كل الأئمة عليهم السلام الأئمة المعصومين واحد واحد نسأل عليهم إخواني ترى عيب أو زحمة وكلش زحمة زحمة يعني مو زحمة زحمة يا شباب يعني حد قطع النفس وعيب مو يشعر بالعيب عيب كلش كبير أنه واحد ما حافظ أسماء الأئمة عم ياسمع لأنه ما حافظ أنت لازم حياتهم حافظة لازم كل واحد حافظ 20-30 حديث
لازم تاريخ ولادته حافظه، تاريخ وفاته حافظه، لازم حافظ عنه قصص. يا عم والله صعب، شنو ما حافظ اسمائي عم، شنو ما حافظ اسمائي لما 12 امام معصومين قالتنا ما حافظون في تسلسل، شلون يصير؟ فامه كبرى وانا اقعد اخصص من وقتي اسبوع، ممكن لنفسك اسبوع شهر، واقعد ادرس حياتي لانه واحد واحد. ابدي حتى النبي ادرس حياته صلى الله عليه وسيد احمدنا عليه السلام، وكان راس احمدنا النبي محمد صلى الله عليه واله، ادرس حياته ثم الامام علي ثم الزهراء ثم الحسن ثم الحسين ثم السجاد ثم الباقر ثم الامام الصادق عليه السلام ثم الامام الكاظم ثم الامام الرضا ثم الامام الجواد عليه السلام ثم الامام نعم ثم الامام الهادي عليه السلام فالامام الحسن العسكري فالامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. دول امتنا تحكمهم باسمائهم والقابهم تاريخ ولادته تاريخ وفاته. احفظ حياته شلون قتل منو قتله المواقف المهمه بحياه الامام شلون ما حافظها. يا لازم الان واحد كليتنا احنا اخواني من يقول لك قوم احشي عن الامام الكاظم تحكي بعد ما تسكت الا تقول له كاظم جزاك الله خير. أئمتنا دولة نحبهم أكثر منهم نوابنا، نحبهم أكثر من كل الناس، لازم هالشكل. فيقول العلامة المجلسي أنا بالقبر سألوني سألوني وكل الأئمة ذكرتهم واحد واحد أسماء الأئمة عليهم السلام. يقول بعد هذا نجحت في السؤال مع المنكر والنكير. يقول سمعت صوت من فوق عندنا رواية ثانية يقول الله سبحانه وتعالى يطالبك بهدية فالعمل خالص الوجه وهدية للنبي محمد تكون الآن تحضر هدية رايق في الرواية النبي يريد منك هدية فالعمل معين تهديه له كبير يعني عمل استثنائي بحيث ما تقدر تسويه فالمضر حياتك مثلا أو عمل مهم قومي بكل حياتك تقول هذا هدية إلى الله إلى وجه الله هذا هدية إلى النبي هذا هدية إلى الإمام علي عليه السلام هدية إلى الزهراء إلى الحسن تهديهم كلهم تهدي للملائكة مثلا. يقول العلامة رحمه الله على روحه من خلص المنكر والنكير سؤال وكذا يقول سمعت صوت من فوق يقول عرفت كأنه صوت من الله سبحانه وتعالى أنه يريد هديتنا. وين هديتنا؟ يقول أنا كبر أجب بالي شنو أهم عمل إلي بحار الأنوار هذا الكتاب. يقول قلت إلهي بحار الأنوار هذا هدية بحار الأنوار هذا الكتاب ضخم 110 مجلد كتاب عظيم. يقول هنا إجاني سؤال أنه هذا أنت من كتبته من ألفته خالص الوجه الله له بيريا يعني بحيث إذا أخذناه من عندك وقيناه غيرك وسجلناه اسم غيرك تقبل ورديت نفسي يمكن بيها شوية ريال. زين عندك هدية ثانية؟ هدية ثانية عندك؟ قول سبحان تشكيك صلاة الجماعة أنا كنت أصلي بناس جماعة ومئات الناس يوقفون وراي يصلوا الجماعة. يقول هل نفس السؤال صلاة الجماعة كانت خاصة لوجه الله لو بيها ريال ها ولا ريال ما تقبلي ما تشكيك. يقول بتعدد كذا كذا يقول آخر شيء كل هذه الهدايا ما تكون لك هدايا لوجه الله. يقول آخر شيء شنو سكتي. بعدين من الأبيات الشعرية يقول وفدت على الكريم بغير زاد من الأعمال والقلب السليم فحبل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. حبل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على ماذا؟ على الكريم. قرأت إنسان كريم أو تأخذ وياك غداك لو عشاك هذا شيء قبيح مو صحيح ما يصير. فيقول أنا وافد على الله سبحانه وتعالى وأنت يا رب كريم أنت يا الله كريم. فهنا يقول إجاني صوت قال أكو فد هدية إحنا نقبلها منك أكو فد هدية إحنا نقبلها منك يا علام يا مجلس شنو هاي الهدية؟ قال أنت في يوم دا تمشي بالموكب مالتك بعبارتنا برأتي وعندك حمايتك وكذا أو فد 10-15 فرس ومجموعة من الرجال وياك حمايتك وأنت تمشي وشفت على صفحة
مجموعة شباب لازمينهم رجال ويبصرون بي يفتنون بي. فأنت وقفت من شفته وقفت وقلت لهم ايش بيكم ويا هذا؟ ليش يشبطون بي يبصرون بي؟ فقالوا لك هذا مطلب الفلوس وهسه جينا نريد الفلوس ما يقبل الطيبة. يقول أنت أخذت هذا الرجال الفقير اللي الآن هو داي يضربون بي وقلت له روح ما لك علاقة. وجيت هذول الرجال اللي أصحاب الأموال أصحاب الدين أعطيتهم فلوس، يعني سديت الدين علما عن هذا الفقير. لاحظت شلون؟ قلنا الله سبحانه وتعالى يقول له هذا العمل هو هدية لي، هذا العمل أنا أحبه. شفت شلون إخواني؟ فهذا العمل حلو طيب كلش لهي الدرجة الله يحبه. فإذا شفنا واحد محتاج إخواني لا نقدر نساعده نساعده، لا نقدر نساعده لأن هذا عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أفاق سيد الجزائر وعرف لأنه صاحب الحق منه العلامة المجلسي، يعني الحق ويا أستاذه، الحق ويا ماذا؟ ويا أستاذه. فإذا عود على بدء المهم بحياتنا شنو إخواني؟ صحيح نشتغل، صحيح نلعب، صحيح نطلع ويا أصدقائنا، صحيح نطفئ وننفس على أنفسنا، ولكن صدقني هاي من نقترب من الله صحيح، من نقترب من الإمام الحسين صحيح، هاي كلها تجي، هاي كلها تجي، الونسة تجي، والراحة تجي، والسعادة تجي، إذا اقتربنا من الله ومن أهل البيت، من الإمام الحسين فعله، من الإمام الحسين عليه السلام فعله، مو أكو شباب مع شديد الأسف، حتى بعاشور هو على نفس طريقة مال السنة كلها. السؤال مو يعني أهل القهاوي أما إخوتنا وأحبتنا وبعضهم يشتغلون شغل حلال ما في شيء، بس يعني شنو معناها أنت 24 ساعة نايم في القهوة؟ إيش عندك؟ قال إيش عندك؟ أمك ما شايفك، أبوك ما شايفك، مرات متزوج مرات عنده دراسة مضيع دراسة وقاعد عندك روح القهوة تفكر. دور 24 ساعة في الملاعب يلعبون، دور 24 ساعة ما أعرفون، كل واحد هو واحد بعد. اللعب إخوان ما يجيب نتيجة، ألعب أسبوع مرة، أسبوع ساعتين، باليوم نص ساعة، لا تلقي نفسك أكثر من هذا الشيء. شنو يروح 5 ساعات 7 ساعات يلعب؟ وينك يجي؟ جنون هذا، جنون هذا، حتى بالعطلة. بس فوق وقت الدراسة أكو نظامات ما تقولي مدرسة، وقت الدراسة نقضيها لعب. فوق هاي بالعطلة بعد ما من حقك الحاجي يقول أنا ما عندي دراسة. ما عندي دراسة يعني ما يقدر يفيد نفسك في شغلة ثانية يفيدك بدينك بدنياك. فإذا الحياة مو كلها لعب يا خصوصا على كلمة أبناء الزبار ولا آباء وأخوك اللي أكبر مني بعد إحنا نتعلم منهم إن شاء الله. وهذا الإمام الحسين عليه السلام أولئك أنصاره. هو القاسم صغير هم قال أريد العب، القاسم عمره 15 سنة هم قال أريد العب. إجا الإمام الحسين يتوسل الإمام الحسين يحفحب بإيد الإمام الحسين شيري يا بطيني سيف وهذا هو عطاتي أريد أنكتل وياك، يعني ما أريد أعيش. هو صغير ما كان ضاهر لعب وكبر. يقول من شاف من شاف علم القلقوم عازم هو فاق ودمع عيناه ودمع عيناه ساجم ساجم يقول له الله وياك يا وليدي يا جاسم المصايب شيخا ومردا عشاي او مردا عشاي وزاد ونا ونادى يا الحراير ود عنا. هذا إلى الإمام الحسين ها إلى النساء وإلى أمه. ونادى يا الحراير ود عنا ود عنا وخل رملة تجي ويا اللي جاي.